ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده، النهارده في ستيفلر رياكشن جديد على هوم سينما. النهارده احنا رجعنا نعمل ستيفلر رياكشن تاني، احنا لسه مصورين التريلر رياكشن بتاع الفيلم اللي هو الغساله، اللي المفروض ان هو هيتعرض في عيد الاضحى. لسه على حسب اللي احنا عارفينه ان هو المفروض يتعرض في عيد الاضحى، بس لحد دلوقتي مفيش خبر اللي هو رسمي هينزل في عيد الاضحى، لسه مش عارفين اي حاجه. فيلمنا النهارده اللي هيتعرض مفروض برضو في العيد، بس تقريبا مش هيتعرض في السينما، هيتعرض على شاهد في اي بي، فاحنا هيبقى لينا متاحين ان احنا نتفرج على الفيلم على النت، يعني على الانترنت، مش في السينما. الفيلم النهارده اللي هنعمله تريلر رياكشن هو فيلم صاحب المقام. هيبقى معانا في البطوله اسر ياسين ويسرى وامينه خليل وريم عبد الغفور ومحمود عبد المغني وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله وهلا فاخر ونجل مقدم ونسرين امين ومحمد عادل، في كاست ليست عظيم، يعني في كاست ليست كبير يعني. ومن تاليف ابراهيم عيسى ومن اخراج محمد جمال العدل، طبعا اخرج برضو حاجات كتيره جدا زي حاره اليهود وسيره الحب والداعيه والبدله والخروج على سعر، وكان مسلسل ارض النفاق. المسلسل ده انا بحبه جدا واتمنى ان هم يعملوا له جزء تاني بتاع محمد هنيدي، ومفروض ان هو كمان هيحضر ان هو هيبقى مخرج المسلسل السنه الجايه اللي هو بتاع حتى لا يطير الدخان بتاع مصطفى شعبان. طبعا اسر ياسين رجع بقوه، يعني بقاله فتره كده حاسه شدد حيله وعامل اداءات هيعمل السنه دي، المفروض ان هو هيعمل تقريبا الشايب ده اللي هو المفروض السبين اوف بتاع ولاد رزق. معرفش بقى هيجيبوا الباك جراوند بتاعه قبل ولاد رزق واحد، هيتكلموا عنه هو هل ابن صقر ولا صاحبه او حد كان زميل الضرب زي ما هو كان صقر كان بيقول، فلسه مش عارفين. فهو عنده الشايب، وكان السنه دي كان عامل الاختيار مع امير كراره، كان طالع ضيف شرف في الاختيار، فالراجل شدد حيله يعني، وكان عامل كمان بميت وش مع نيلي كريم، طبعا المسلسل كان ام الضحك يعني. وبرضه للناس اللي ما تعرفش، هو بيحضر فيلم كمان عالمي، هيبقى فيلم ساينس فيكشن، هيبقى فيلم اجنبي، مش هيبقى فيلم مصري، هيبقى فيلم تقريبا كندي يعني مش امريكاني على ما اعتقد يعني. اسمه ساوث اوف هوب ستريت ذا لاست سيف بليس، هيبقى معاه مايكل ماتسون، وهيبقى معاه كمان جيمس ماكافوي، هيبقى معاه ناس تقيله يعني. وكمان بيحضر الهيبتا 2 اللي برده ما يعرفش هيبقى فيه هيبتا 2، المفروض كان ان هو ينزل السنه دي بس تقريبا مع الاحداث اللي احنا بنمر بيها فتقريبا مش هيبقى فيه يعني. هيبقى معاه حلاشيح وهيبقى معاه ماجد الكدواني. فهو بقاله فتره كده يعني شدد حيله يعني. الفيلم انا لسه ما شفتش التريلر بتاعه، مبسوط قوي ان في امينه خليل مع اسر ياسين، برضو محمود عبد المغني اتمنى ان هو يبقى عامل دور كويس احسن من الدور اللي كان عامله السنه دي في مسلسل سلطنه المعزز اللي كان مع غادة عبد الرازق. طبعا بيومي فؤاد معانا على طول فاحنا متعودين على بيومي يعني، مش مشكله. يسرى برضو مش عارف، يسرى في كتير قوي قالوا لي ان المسلسل بتاعها السنه دي اللي هو خيانه عهدك كنت لازم تتفرج عليه ولازم كنت تعمله ريفيو، لكن مع الاسف مع كميه المسلسلات اللي الواحد اتفرج عليها ما عرفتش اتفرج على مسلسل بتاع يسرى، وصراحة اكون صريح معاكم صعب قوي ان انا اتفرج عليه واعمل له ريفيو دلوقتي يعني. انا ابراهيم عيسى بصراحه ما مش بحبه قوي. مولانا الفيلم اللي كان عامله فيلم مولانا انا بصراحه ما عجبنيش. الحاجه الوحيده العدله بالنسبه لي كانت في الفيلم هو عمرو سعد، على الرغم ان انا مش من محب عمرو سعد خالص مع كامل الاحترام يعني، بس انا مش من محبين عمرو سعد، بس تمثيله في الفيلم ده كان حلو. بس الفيلم ذات نفسه انا ما عجبنيش. الحاجه الوحيده اللي عجبتني لابراهيم عيسى هو كان فيلم الضيف. انا ممكن تكون عكس الناس، في ناس كتيره برضو ممكن ما تكونش عجبها الفيلم، بس انا صراحه انا فيلم الضيف عجبني يعني. ده تقريبا فيلم جديد بتاع ابراهيم عيسى هو اللي كاتبه، صاحب المقام. يلا بينا، طبعا ما اشوفش التريلر ولا مره فهشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا، ده اوفيشال تريلر على فكره. نهد ايه يا مجنون انت؟ ده مقام ولي. هتودي ضريح سيدي هلال فين؟ ها، هو سيدي هلال ده مشهور ولي بجد يعني؟ ولي طريقه. انا اسف يا مستر يحيى بس في خبر مش كويس. وانا المفروض اعمل ايه دلوقتي يا جورج؟ هتولع سمعة وتقرا الفتح. هنا في الكنيسة؟ انت ايه اللي جابك هنا بعد السنين دي كلها؟ انت مين يا راجل انت؟ وبتعمل ايه لأي هنا؟ انا جاي من طرف الامام الشافعي. مين؟ انا يا رب. هو حضرتك مين بالظبط؟ مش مهم انا مين، المهم انا ليه؟ ليه؟ يعني الاوان الامام الشافعي يرد على جوابي. اوكي،
مش عارف بصراحة. مش عارف. الأكتر كاركتر شدني صراحة في التريلر ده هو الكاركتر بتاع يسرى. حاسس ان يسرى في الفيلم ده وعلمه على كلامي زي ما هقول يعني. Just mark my words زي ما بيقولوا. دي شخصية مش دايركت يعني، بمعنى الأصح شخصية يسرى مفروض طلع مرة security ومرة طلع ممرضة، فحاسس ان هي حاجة indirect يعني. عندي احساس، انا حاسس ان هي ملاك، معرفش ليه، ملاك بقى، ملاك الموت، معرفش، حاجة شبه كده يعني. فكرتني بشوية بالكاركتر اللي كانت موجودة في Collateral Beauty بتاع ويل سميث، اللي هي الست اللي كانت اسمها الست العجوزة، مش فاكر اسمها مع الأسف، هحط لكم صورتها طبعا دلوقتي، مش فاكر اسمها خالص. كان برضو ليه رمزيات وحاجات معينة كده تبع الفيلم ده. هيلين ميرن، افتكرت اسمها هيلين ميرن. حاسس يسرى، حاسس ان حاجة كده يعني، مش حاسس يعني، حاسس ان هي طالعة بشخصية حاجة، مش يعني ملاك، ملاك موت، في حاجة غريبة يعني. واللي بسطني برضو ان في ابراهيم نصر، انا عارف ان ابراهيم نصر مات، فانا ما اعرفش يعني، المفروض ان الفيلم ده قديم قوي، فابراهيم نصر تقريبا مات بقاله اكتر من سنتين تقريبا على ما اعتقد يعني، مات بقاله اكتر من سنتين، فده الفيلم ده بقاله اكتر من سنتين، فانا مش عارف. نسبة ترقبي للفيلم ده 5.5/10. تمام. اكون صريح معاكو، الفيلم ده لو كان هينزل في العيد في السينمات ما كنتش هخش، مع كامل احترامي برضو مع كل صناع العمل، بس انا لو كان نزل في العيد ما كنتش هخش الفيلم ده. بس طالما هينزل على الانترنت على شاهد VIP والكلام ده كله تمام، وهنتفرج عليه ونعمله ريفيو، مفيش اي مشكله. بس صراحه لو كان نزل السينما ف ما كنتش دخلته يعني، اكون صريح معاكم. وما اعرفش ايه حوار الموضوع الامام الشافعي ده، انا مش عارف هو في ايه، هو ممكن بوليتيكال ريليجيوس، سياسي ديني شويه، مش عارف، مش عارفين برضو. التريلر برضو ما وضحش قوي، انا فيلم غريب شويه. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها على التريلر. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. وما تنسوش تعملوا لي فولو ولايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.